شيء واحد فقط أقوله، من الخاسر الآن؟ سيء، خاسرة. سوف ألقيك درسا. لا أظن أن هناك أي سيارة قامت باستخراجها.
الأسواق. داني حدد لي موقع عائلة روبيو. سيارتهم سقطت من أعلى جبل جريفن بدونهم. أمرك يا أبي. هيا يا أولاد سأعيدكم للمنزل. اتضح لي أن تلك الأساطير مدهشة. وقعت سلسلة من السرقات خلال نصف ساعة الماضية. درجتين وأربعة أطباق استقبال وصاروخ اللعبة. هذه توليفة غريبة. سرقات متزامنة. سأحقق في الأمر فورا. داني هل وجدت عائلة روبيو؟ وجدت حديقة جريفن. كانوا يلوذون بالحلول بوفاة حياتهم. هذه وكانت هناك شيء لا طمع فيها. شيئا فظيعا ومخيفا للغاية. أضفت الوصف الأخير. بدا وكأن شيء ما يمنع تلك السيارة وفجأة ألقاها. ساعدته في التحقيق بمحاولة لسرقة سيارة قام بها شيء خفي، وكل ذلك حدث بعد وقوع زلزاله. كان ذلك تحديدا بسبب النشاط البركاني، حيث ان مركز وقوع الزلازل جزيرة الوضوء. لا تقلق، البركان لم يفر. أود الذهاب إلى هناك لتغيير أجهزة الاستبعاد لسبب ما أصبحت تعمل. فكرة جيدة. خذ قارب الصيد. فعلا، فلنذهب جميعا. لماذا؟ أجل، فهذه الجزيرة هي إلا مكان مبين. بل مكان شيق. أردت أن إحدى أيات جريفن اتخذت إحدى الجزر القريبة كرش لها. ربما هي ريورك. دليلك لحكايات جزيرة ميم أيلاند الخرافية؟ أنا لم أذهب. وأنا لست على استعداد للذهاب إلى جزيرة